ربي قال لك وخلقناكم في احسن تقويم. كمال لله وان الله جميل يحب الجمال. مي بصح باكم صام وفرق بيان سيغ ما نقبلش اخويا. بصح عمليه التجميل كونتر خلاص. والله يا صديقي ما نقبل. نقول لك وعلاه؟ باسكو دي حاجه حرام. ما نديرش. بصح مش حاجك تاع ربي شغل تاعك ربي ديريكت. ومن نفس تاعها المؤمنه وجهها ينور وحده اخويا. ما نقدرش. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اليوم رانا متواجدين في ولايه عنابه وموضوعنا حيكون هل يقبل الشاب الجزائري الزواج من فتاه او امراه دايره عمليه تجميل؟ بدون اطاله تابعوا معنا. كشاب جزائري بكل صراحة تقبل تتزوج مع وحدة دايرة عملية تجميل؟ اها ما نقبلش اخويا، نحب وحدة ناتيرال صحايم. ما نقدرش نتزوج وحدة مليرة بوتوكس مليرة حويجة. بيان سيغ ما نقبلش اخويا، نقبل وحدة مبدلة وجهها. ربي قال لك وخلقناكم في أحسن تقويم. فهمتني؟ يعني مام تشوفها شابة وكذا مي ما تقبلش تتزوج بها كي دايرة عملية تجميل. اي حتى ماريا شرابوفا، أقسم لك بالله، حتى ماريا شرابوفا. إيه مادامها بدلت وجهها قدام من غدوة تبدلني أنا. البنات تاعنا كل تتزاير كاملة. كونوا على طبيعتكم بركة باسكو حنايا ما نحبوش وحاجة متصنعة من الآخر خلاص. كونوا على طبيعتكم. يعني هي دارت عملية تجميل باش تولي شابة. الكمال لله وإن الله جميل يحب الجمال. مي بصح با كومسون مون فرا. باسكو قاعدين يخالفوا في الشارع هكا فهمتي. يديروا ريفوسات، يديروا البوتوكس. يديروا ريحة تاع عينيهم، كاين حوايج ياسر اخويا يبدلوا كلش عرفتها، كركاس كامري يتبدل. تفيقلها انت؟ تفيقلها. باينة خلا نخزر معها نعرفها بلي داير طعم تجميل ولا مش هنداير. الوقت اللي وصلنا له ما تقدرش تفهمها اسكو دوريجين ولا مش هادوريجين. ما تقدرش. ما تفهمهاش اصحابي، دروك اللي فوسات ولاو يخدموهم، خشمها ولا تدخلوا. كاين تاع التجاعيد، كاين كيما قالت لك ينفخوا شواربهم. كاين باش يبرزوا الملامح تاع وجههم أكثر. وأنت تفيقلها الطفلة كي تكون دايرة عملية تجميل. ما فيقلهاش. كاين حتى التجميل تاع لو كور يعني مش غير الوجه. اليوم انا نسقسيو على عملية التجميل، انت كشاب جزائري تقبل تتزوج مع وحدة دايرة عملية تجميل؟ والله يا صديقي ما نقبل. نقول لك وعلاه؟ باسكو دي حاجة حرام. حاجة محرمها ربي. وقتها تنجم دير عملية تجميل طفلة تكون مضروبة. دار تاكسيدون، اكي معايا؟ بس عملية التجميل هما شتي البنات تاع الجزائر كومبلي. كنت تلقى كيف ما تبدل حتى كورها تبدلوا قدور قاعدين يبدلوا في الكور هنا بركه. لو كان تجيك فرصه باش ديري عمليه التجميل واش مع عمليه اللي ديريها؟ ما نديرش خشمي. خشمي نيفك. اها علاه هاك؟ مش مقتنعه بيه. بصح ما نديرش، ما تجيني اوكازيون ما نديرش عمليه التجميل. لا عجبتني روحي وجو سوي فيغ كي هكا طبيعيه. اه طبيعيه. اصلا ربي الوجه اللي عطاه لك ولا الكور اللي عطاه لك هو اللي مناسبك. ما لقيناهاش في مالينا الحوايج هذيا. يعني لازم يكون الجمال تاعها طبيعي. طبيعي يعطيك الصحه. ديري عمليه تجميل من تاع الكور من في الكور يبدلوا كل شيء. انا بوغ مو يعني معاهم رجال اللي ما يقبلوش يدي وحده دايره عمليه تجميل باسكو اندغي مش حاجه ناتوريل. وانا كونتر ميم في ديفو ولا لقطه بوتيتر زعما نرقليه بوجهي باغ اكزومبل في ديفو نرقلي مكياج ولا لقطه. بس عمليه تجميل كونتر خلا باسكو اندغي هادي حاجه عربي وانا بدلتها ما نكسبتيهاش. ناطيرة لك طبيعي من عند ربي خير اخويا. وعلم داير التيبرسينغ ومع وجهتي وجهك. نحب وحده طبيعيه على طبيعتها. اصلا عندي انا المراه كيما نقولوا مش هدايره ديرها نقتلها. ديروا كلش دوك ريفوسات، يديروا شويه ربهم، يديروا يسقفوا في خشم في خشومهم في يطلعوا في خدودهم كلش. اي حاجه توقعها يديرها اخويا سي كركاس كامري بالدور اخويا. ما نحبش حتى نخزر معاها اخويا. والله ما نحب نخزر معاها. لا يجوز. ها لا يجوز انها تغير من شكلها. وعلاه تغيري من شكلك؟ لي من راح تغيري شكلك؟ لي انا نورمال كي نعود انا متقبل بيك عادي. وعلى تغيري شكلك اختي؟ اه بنت الفاميله ما ديرش كيما اخويا. اصلا بنت الفاميله من الوضوء ومن الطهاره ومن نفس تاعها المؤمنه وجهها ينور وحده اخويا. كيما تخيرها لي يما نداها ما نديهاش ما نخيرهاش انا. انت خاطئ. يماك هي اللي تزوجك. هي اللي تخير لك. ها هي اللي تخير لي. علاه انت ما تخيرش؟ هم دايرين بوتوكس وكداو من هنا. علاه؟ يا ربي عينكم. ما نقدرش. درك هذوما اللي يديروا في البوتوكس ويبشعوا في وجوههم ويديروا الاخر مرض كما نقول هنا، فهمتي؟ او مرض. ها بالبيكور والاخر مرض.
بصح مش حاجه كما تاع ربي شغل تاعك ربي ديريكت فهمتي لا مرة لا بيكور لا والو فهمتي اللي يقبل بها يقبل بها اللي ما يقبلش بها ربي يسهل واش حاجه تقبل بوحده دايره عمليه تجميل لا ما نقبلش ما نقبلش هكا المرض تولي كي تكبر هي واش تولي تولي تمرض تولي تجري بها السبيطارات وحكم سيب وجري ودير صح ولا لا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر إنستغرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر إنستغرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر إنستغرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر إنستغرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر إنستغرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر إنستغرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر إنستغرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا